زميلي عزيز كابتن تامر صار، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي اون تايم سبورتس كل مكان. يمكن ابرز حاجه هنا في استاد الجيش ببرج العرب، يمكن كنت بتتكلم وبتقول عن تشكيله نادي الزمالك الثلاثي خط الوسط عبد الله السعيد وناصر ماهر ودونجا. يمكن اللي حصل في اخر 7-8 دقائق من التسخين، في حاجه حصلت في التسخين، زياد كمال خرج من اللعيبه اللي هم كانوا اللعيبه الاحتياطي بقى بيسخن لوحده، الجهاز الطبي بيسخنه، دكتور محمد اسامه كان واقف على الخط بيتابع الحاله. لكن احنا وانا واقف هنا شايف عبد الله السعيد ودونجا وناصر ماهر لا حالتهم كويسه جدا، خصوصا في التكتيك الاخير اللي كانوا بيعملوه على محمد عواد حارس المرمى في نهايه التسخين. ممكن نشوف تغييره في تشكيله نادي الزمالك في خلال ال10 دقائق اللي جايين قبل بدايه اللقاء، وممكن التشكيل يكون عادي جدا 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 جدا. دي ابرز الاجواء والكواليس هنا، وكان متعود اليك كابتن تامر صقر، تفضل. شكرا لزميلي العزيز ابراهيم عمر على هذا الايضاح بالنسبه لتشكيل نادي الزمالك. برضو بشكر زميلي العزيز عمرو ربيل مدى عن هذا اللقاء امام المصري، والمصري في اخر 5 مواجهات لما استطاع تفوق الزمالك عليه. كل التحية ليك زميلي العزيز كابتن تامر صقر، وتحية موصولة لكل مشاهدي ومتابعي شبكة قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. أكيد مباراة مهمة جدا للنادي المصري وقيادة مديره الفني الكابتن علي ماهر الذي استعد طبعا لهذه المباراة بخوض مباراتين وديتين أمام أحد طبعا أندية الدرجة الرابعة وحقق فيهم الفوز من أجل طبعا الوصول للتشكيلة المثالية النهاردة في نادي الزمالك. بالنظر إلى تشكيلة الكابتن علي ماهر النهاردة طبعا بنشوف عودة حسن علي في مركز الظهير الأيسر بعد مشاركة طبعا عمرو سعداوي في المباراتين السابقتين للنادي المصري في الدوري المصري. خلينا اقول لك ان هناك زياره مهمه جدا لكامل ابو علي رئيس نادي المصري للاعبين في المران الاخير من اجل طبعا حث اللاعبين على تحقيق الفوز في مباراه اليوم نادي الزمالك، وطالب اللاعبين طبعا ببذل اقصى ما لديهم في هذه المباراه. يمكن كابتن علي ماهر يعني يخوض هذه المباراه وهو طبعا في باله المباراه القادمه امام نادي انيمبا في بطوله الكونفدراليه الافريقيه. كابتن تامر صقر وكل مشاهدي ومتابعي شبكه قنوات اون تايم سبورتس، هذه ابرز الاخبار والكواليس. نعود لك لاستديو التحليل، تفضل.